من يتمتع بقوة البومة؟ حسن يا أطفال، أمستعدون لتلعبوا لعبة البحث عن الكنز؟ ستحتاجون إلى الذكاء وعيون ثقيلة البصر. يبدو أن اللعبة تصلح لأمايا. القوانين بسيطة، حلوا قائمة من الألغاز واجدوا الكنز المخبأ. الآن انقسموا في فرق. اللغز الأول يقول: ما الذي يطير ذهابا وإيابا في الهواء ولكنه لا يأخذكم إلى أي مكان؟ الغاية أو ربما شيء نركبه في المتنزه كالأرجوحة. الأراجيل. كيف أقول ذلك؟ هيا. أظن أن هذا ليس جزءاً من اللعبة، إلا إن كان اللغز يتحدث عن حفرة عملاقة. ماذا حدث؟ آسف، لن نلعب لعبة البحث عن الكنز اليوم. نستطيع أن نتعقب من فعل ذلك. المقنعون الصغار سيخرجون بإلقاء الموقف والناس يهربون. حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى يتحول جريك إلى يتحول كونر إلى الفتاة. نظرة من فوق ستساعدنا على إيجاد الفاعل. إلى طائرة البومة. النظرة الثاقبة. هناك محاربو النينجا. المخاوف العريقة معي طوال الليل، ومع ذلك لم تجدوا شيئاً أيها الأغبياء. أوقف ما تخطط له أياً كان. أنا ألعب مع أتباع النينجا لعبة صغيرة فقط. لعبة؟ أي لعبة؟ البحث عن كنز النينجا. البحث عن كنز النينجا؟ يبدو هذا مسلياً. لن نلعب الألعاب مع نينجا الليل. في الأرض. لن تجيد هذا على أي حال. أعني إن كان أتباع النينجا لا يستطيعون حل حتى اللغز الأول، فلا فرصة أمامكم أنتم أيها المقنعون. حقاً؟ أيتها البومة، قلنا الآن. دعوا لي. بسرعة القط وقوة الزاحف وقوتي في الانقضاض ستجد أننا فريق فائز. قلت انقضاض؟ تظنين حقاً أنك تستطيعين حل الألغاز الثلاثة وإيجاد الكنوز الثلاثة؟ لا يمكننا اللعب معه. يجب علينا أن نوقف الدمار. هذه طريقة إيقافه. إذا وجدنا الكنوز ستنتهي اللعبة. لا مزيد من الفوضى. اتفقنا؟ اتفقنا، لكنكم لن تحلوا الألغاز أبداً. أراكم لاحقاً. هذا جيد. يا صديقي ركزا، يجب أن نجد الكنز. اللغز الأول تنمو وتتألق في الماء والهواء، مع أنها مرتفعة جداً إلا أنها تتفتح على انخفاض كبير. لغز صعب آخر. شيء يحتاج إلى الماء والهواء ليتفتح. الزهرة. ربما علي أن أرتفع لأجدها. نحن ذا. القضية الخارقة. هذا ممتع. ما الدليل التالي؟ خريطة كنز للنينجا ورجوم النينجا تحدد الموقع. لنجد الكنز بسرعة قبل أن يحطموا المدينة. جناحي سيساعداننا. والآن هيا بنا. من يتمتع بقوة البومة الخارقة؟ أنا. حللتم اللغز الأول إذن؟ إنه حظ المبتدئين، لن تفوزوا أبداً. ليت أتباعي لديهم أجنحة. لا يبدو أن محاربي نينجا يحاولون حل الألغاز بجدية. نعم، إنهم يتبعوننا فقط. لأن عليهم أن يغشوا حتى يهزمونا. هيا. أنتِ
متأكدة من أنه المكان الصحيح؟ بالتأكيد. سرعة القط. لا شيء في الداخل. ربما كان تحت. وصلنا أولا. سرعة القط. عضلات الزاحف الخارقة. رائع. الكنز الثاني، بقي كنز واحد. ما هو اللغز الأخير؟ بي بابل إيس. هل هذه شفرة؟ لا، إنها توجيهات أوريغامي، الفن الياباني في طي الورق في أشكال. علينا أن نطوي الزاوية ألف إلى باء. واو، إنه تنين. أعرف أين يمكن أن يكون الكنز الأخير. المتحف. أتعتقدين أنه يوجد تنيناً هنا؟ أرجو ألا يكون حقيقياً. توجد أشياء مختلفة ومخبأة فيه. وجدت شيئاً. بيضة؟ بل مستحاثة بيضة. تقول الأسطورة إنها قد تكون بيضة تنين. ينتابني شعور سيء حيال هذا الأمر. ماذا يريد نينجا الليل من هذه الكنوز؟ إنها مجرد لعبة وهو يخسرها. انتبه، سيسرقون بيضة. جناحات بيضة، ابتعدوا عن كنزي. ربحنا. نعم، ليته يكف عن هذا. يقول هذا من يتمتع بقوة تخفي الخارقة. اترك البيضة أيتها العصفورة. انتهت اللعبة، لا مزيد من الدمار. أخبر أتباعك أن ينسحبوا أو أن يحتشدوا. شكراً لأنكم وجدتم كنوزي. ليست كنوزك، ما كنت ستحل تلك الألغاز. لا تعرف معنى كلمة أورغامي. بل أعرف، لها علاقة ب المناديل. على أي حال، بدوتم أنكم تواقون لتقوموا بكل العمل، خاصة هذه المجنحة. والآن دور مفاجأتي. أمسكت بكم. هذه حيلة؟ هذا ليس عدلاً، كان بيننا اتفاق. إنها لعبتي وقوانيني. ماذا تنوي أن تفعل بكل هذه الأشياء؟ تقصد بالأشياء زهرة اللوتس النادرة وتمثال القرد الأثري وبيضة التنين؟ الحقيقة أنها مكونات وصفة نينجا قديمة. ماذا؟ لكي أطور قذائف اللاصقة. لا، بلى، لنبدأ بإعدادها الآن. ورقة من زهرة اللوتس، القليل من بيضة التنين، ولمسة من نور قمر القرود. دينغ، انتهت بسرعة. أتريدون تذوقها؟ لم تعد القذيفة لاصقة، إنها تستطيع أن تتحرك. حتى أنا لا أستطيع تحطيمها. لا شيء أقوى من قذائف الثقيلة. وعندما أملأ مقركم بها، لن تتمكنوا أنتم التماثيل المقنعة من العبث معي. لن تنجو بفعلتك. تصحيح، أنتم الذين لن تفلتوا. احرسوهم يا محاربي النينجا. كانت غلطتي، كنت متحمسة للعب ولم أدرك ما كان يخطط لفعله. نعم صحيح، أنا أيضاً لم أتصور أن يصبح شكلنا ككرات. يجب أن نخرج من هنا، لكن كيف؟ القذائف الثقيلة في منتهى القوة. القذائف الثقيلة هي التي ستحررنا. أيها النينجا، يبدو أن أحدنا هرب رغم حراستك. اقتل أيها القط. أنا حية.
البيضاء إلى مكانهما. سنضع تمثال القرد في مقر القيادة. لا نريد أن يصنع نينجا الليل هذه الوصفة ثانية. فلنهتف معا، نحن المقنعون. إن كنتما تبحثان عن كنز لصديق فعليكما النظر حيث تضعان الكتب. إذن يجب أن يكون الكنز مخبأً في مكان نضع فيه الكتب. حقائب المدرسة. أوه. أصبحت بارعاً في هذا. هذه طريقتي لشكر ألف فاء تاء كاف. أرجوك لا ألغاز. أي أفضل فريق تعقب كنوز على الأدب.